مرحبا. واضح. انا اسمي هاني جنيدي، عندي 23 سنة، من محافظة الشرقية. انا اول رسام في الوطن العربي يرسم بالملح، والرسم بالملح مش موجود اصلا في الوطن العربي، ما فيه غير 3 في العالم، فنان تركي وفنان كرواتي، وانا الحمد لله. انا ابتديت رسم من وانا عندي حوالي 13 سنة، كان رسمي زي اي حد، شخبطة زي اي حد بيشخبط. كنت قاعد في يوم على مواقع التواصل انا وصاحبي كده، كان بيدور في الصور، ففي موقع ناشر كام صورة بالملح لفنان كرواتي اسمه دينو. صاحبي شافني ببص على الصور دي، فقال لي انت اكيد مش هتعرف تعمل حاجة زي كده. قلت له وليه ما اعملش حاجة زي كده؟ وانا تحديت نفسي، قلت لازم اطلع اجيب رسمة من الفنان ده واطلعها باي نسبة تيجي، بس المهم احاول فيها. نزلت الصورة دي، كانت جابت اعلى تفاعل عندي على الفيس، وحاجة غريبة جدا طبعا، يعني فرحت جدا انها عملت كده، والرسمة بسيطة وما فيهاش اي شغل اصلا. تاني يوم كنت عملت رسمة لأم كلثوم، تالت يوم لعبد الحليم، رابع يوم كنت تحمست، كنت كل ما نزل صورة كانت بتجيب تفاعل أكتر وكلام أكتر. من هنا ابتدت فكرة الرسم بالملح. كنت دايما بتسأل أنا هعمل الرسمة كده ازاي، هعمل الرسمة وابوظها تاني، فكنت لازم اعرف فكرة للتثبيت. كانت فكرة طبعا حاجة مستحيلة برضو. والحمد لله ابتديت دلوقتي اثبت رسوماتي واعلقها في معارض وفي تتباع. انت ممكن ترسم باي حاجه قدامك، اي حاجه انت ممكن تشكل بيها رسمه مهما كانت هي ايه. الكيس الملح ان انا بجيبه كنت برسم بيه رسمه او رسمتين، فمن 2 جنيه عملت رسمه ب1000 او 2000. مش معاك انك تصرف على حاجه زي الرسم وتجيب اقلام وتجيب سكتشات وتجيب، انت ممكن ترسم باي حاجه قدامك.